يرفق في الوصول الكرة، الجمهور يضحك، الجمهور ما هذا نادي رجاء الرياضي المغربي. إذا من المغرب جاءوا، المغرب هناك انقسام في الجمهور المغربي مع الريال ومع البارسا، وهناك أصبح انقسام بين الجمهور العربي، هل أنت مع الريال أم مع البارسا؟ هذا سؤال نسأله في كل مدينة عربية وفي كل مطار وفي كل مكان، من تشجع؟